اليوم عندي فكرة جديدة وما حد سواها من قبل، يعني راح أخذ دور أولادي في البيت وهم راح يأخذوا دوري كأم. خلينا نشوف حياتنا كيف راح تمشي. وأنا عجبتني الفكرة، وأنا مرة متحمس هذه الفكرة، وريت بعد توحين عني المدرسة. يلا ناصر، أنا بطبخ وأنت نظف. لا أنت نظف، أنا بطبخ. خلاص نلعب حجر رقم قص، اللي يفوز هو يطبخ. يلا خلاص أنا بنظف. أنا مرة تعبت، نظفت الأرض، رتبت الكنب. الله يعين ماما تسوي هذا كل يوم. أخيراً خلصت طبخ بيض، وإن شاء الله يكون حلو نفس اللي تسويه ماما. شفتوا هذه اللعبة؟ ما أحبها، كل ما أدخل على أولادي الغرفة ألاقيهم يلعبوا بلايستيشن، ومرة أتنرفز، أقول لهم قوموا ذاكروا، قوموا سووا شيء، ماما ماما بس هالجيم، فأنا مضطرة اليوم أعيش الدور بدالهم. ناصر المفروض ألعب هذه اللعبة لحالي ما تكون معاي، بس استعنت فيك لأني ما أعرف لها لحالي. يلا قوم جيب الشنطة الحين وخلينا نحل الواجبات. بمناسبة عيد الأم بفاجئ أمي بكيكة وهدايا، والحين ندخل عليها الصالون فجأة. Happy Mother's Day. الله شو الحركات حبايبي. شكرا عمي مكسوري. عفوا. شكرا شكرا يا دحمة. صراحة أنا بالنسبة لي أكبر هدية وجودكم عندي، أنا دائما فخورة فيكم وأنتم ناجحين ورافعين راسي، وإن شاء الله دائما أشوفكم بأفضل حال. يلا تعالوا نحتفل وناكل الكيكة.